أنا اسمي أنا إسماعيل بوزو، إجيت من تل أبيب لأنه هناك ما في دراسة زين، يعني هون بالحسكة يقدمون الامتحانات، إجيت لأقدم الامتحانات مشان ما تروح علي السنة. وطبعا يعني إجينا بالباص على حساب اليونيسيف، ما شاء الله يعني الوضع هين زين، جينا خيو كل شيء زين يعني. أنا الطالب علي جاسم محمد دشو، جاي من تل أبيض حتى أقدم امتحانات هون في الحسكة. جينا على حجم المبروكات، لا وقفونا ولا فتشونا، قلنا لهم على الطلاب ومشونا بسرعة، وجينا ما طولنا كتير، 3 ساعات ونص، 3 ساعات على الطريق. جينا هون استقبلونا وسلمونا بطانيات وفرش وطعام، أكلونا يعني. والحمد لله نحن ساكنين هون في السكن، وهلق عم نقرأ وعم بيعطونا دروس أول بأول، رياضيات، عربي، كل شيء، كل المواد عم بيسوونا يوميا. Thank you.